وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبنائي الأعزاء، الحاج طه، الحاج محمود، الحاج إسماعيل، والعم وأنتم بخير. اليوم 14/11/93، المشبوك في 15/11/73 في الصباح وبعد صلاة الفجر. نحن الآن بمجلس العائلة بضمرت، وحضر إلينا الشيخ محمد أحمد عبد الهادي بعد انتهاء حفلة المرحوم الحاج سعيد أبو سلمي. حضر إلينا ومعه رفاقه الكرام والعدة كله من أولها إلى آخرها، من ألف إلى ياء، بدون ذكر أسماء لأن خدانه هو. وهو إن شاء الله، أنا كنت عملت الشروط ده عشان هيسافر لك النهارده، وعملت حساب إن هو جاي، فأبقيت من الشريط بعض الشيء علشان خاطر يكون ذكرى بيننا وبين بعضنا، وإن الشيخ محمد حضر في ميعاده وأوفى بوعده وأوفى بوعد المكان، وملائكة المكان بتنتظر في هذا اليوم. هذا بيسمعوا حسه يحبوا يشوفوه يصل إلى هنا. وحضر برضه معانا جوز أختك الحاج محمد سعيد، وحضر معانا الشيخ رجب غالي، وحضر معانا الشيخ عبد الفتاح العكر، جه من المسجد بعد صلاة الفجر، جه الشيخ بارون السقا وأبنائه، وحضر الحاج إبراهيم مهنة، وإن شاء الله كلك يا سلام. وإن دلوقتي هنبدأ، الشيخ محمد يحييك في التسجيل إنه حضر ويحييك عن الفرقة، أو هو ينوب عنهم، والله ده رأيه هو بقى، والله على ما أقول وكيل وشهيد. ومعك الشيخ محمد أحمد عبد الهادي، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء أبي وأخي الكبير وصديقي العزيز، آل نصيحة، حج طاهر وحج اسماعيل وحج محمود، اهديكم سلاما عاطرا مخلصا نابعا من القلب. وكاننا قد وطدتنا الايام فاندمجنا فاصبحنا اسره واحده، واحيانا كما يقال او كما اقول في بعض الاغاني، المال انزال يجيله يوم ويتعوض، الحزن لو طال يجيله الفرح ويعوض، والبخت لو مال مسير ينحدر التاني لما الصديق الوفي عمره ما يتعوض. الله وأجمل الحب هو الحب الدائم، والحب الدائم الذي لا يبنى على منافع خاصة، بل يبنى على حب في الله وفي رسول الله. فما أحببنا فيكم أحببكم فينا إلا أننا جئنا لنمدح في رسول الله، فعلى حب رسول الله أحببتمونا، وعلى حبكم أحببناكم وبادرناكم. وها أنا في هذه الليلة قد تخلف عن الفرقة الأستاذ جابر البشبيشي والأستاذ شملي، لأن السيد محافظ كفر الشيخ يشدد عليهم الآن ويتقصاهم ويهددهم، فاستأذنوني ليذهبا إلى عملهما باكرا، ورب ضارة نافعة. أنت هنا لحاجة إلى هذا اللوم الذي لم تتسع الفرقة لأن تصاحبني فيه، فسأهديك بعض الابتهالات الدينية، وإن كان هذا يكون شاقا لأن الموسيقى تعطيني جانبا من الراحة، لكن في حب الأحبة وكما يقال في الأنفال ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب، فنحن نريد أن نأكل زبيبا ونقول لك
وما أجمل المديح في رسول الله خاليا من الموسيقى والإيقاع. صور في الجبل. الله 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 الله. حبيبي يا رسول الله، يا عريض الجاه، يا من بلغت من العلم منتهى، يا من زكاك ربك فقال، زك لسانك فقال وما ينطق عن الهوى، وذك بصرك فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاك فقال بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم، يا رحمة للعالمين، يا شفيع المذنبين، يا أمان الخائفين، رفقا بقلبي كفاني منك هجرانا، وارحم فجفني يبيت الليل يقظانا، أتيت والحب يدعوني ويدفعني، أتيت والحب يدعوني ويدفعني، والشوق بين ضلوعي شب نيرانا، أتيت والحب يدعوني ويدفعني، والشوق بين ضلوعي شب نيرانا، والدمع في عيني منهل ومنهمل، ينساب من جفني المقروح طرفانا، فارحم دموعي لا تطرد شفاعتها، فالدمع يشفع للمشتاق أحيانا، يسلو المحبون أحيانا إذا يئسوا، وقد يئست فما حاولت نسيانا، حبي لطاغة بديع في تصوره، إن زاد يأسي زاد القلب تحنانا. الله أكبر. رفقا بقلبي كفاني منك هجرانا، وارحم فجفني يبيت الليل يقظانا، أتيت والحب يدعوني ويدفعني، والشوق بين ضلوعي، والشوق بين ضلوعي شب نيرانا، والدمع في عيني
منهل ومنهامل ينساب من جفني المقروح طرفانا فرحا دموعي لا تطرد شفاعتها فالدمع يشفع للعشاق أحيانا يسلو المحبون أحيانا إذا يئسوا وقد يئست فما حاولت نسيانا حبي للطاغ بديع حبي للطاغ بديع حبي للطاغ بديع في تصوري إن زاد يأسي زاد القلب تحنى لست أذكرها إلا تبدت بي الأحزان ألوانا يشفع سواك الله إنسانا أعطاك ربك ما لم يعطه أحدا علما وحلما وإخلاصا وإيمانا وأنت أعظم خلق الله مكرمة وأنت أطهرهم حسا ووجدانا أتيت والناس قد طابت قلوبهم بغيا وزادوا على العدوان عدوانا فقمت تمحو فروق الجنس بينهم حتى جعلتهم في الله إخوانا الله 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 اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه اللهم صل اللهم صل وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجب صل عليه محمد خير من يمشي على قدم صل عليه محمد سيد الأعراب كلهم
اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأعراب كلهم اللهم صل عليه محمد خير خلق الله خاطبة محمد صادق الألفاظ والكلم محمد جبلت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد دينه حق ندين به محمد مشرق حقا على علم محمد ضحك للضيف مكرمه محمد ضيفه بالله لم يضم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبي ده خير الخلق كلهم ومبلغ العلم فيه انه بشر ومبلغ العلم فيه ومبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم اللهم صل